تخلي الماء نخلو الماء ما بين الاصابع وحنا محافظين دائما على الستر. هذه هي المرحله ديال الماء. فحنا هذه اللفافه الاخيره دائما تكون على الجانب الايسر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعكم بخير وربي يرزقني وإياكم سعادة الدارين. اليوم مع فيديو تعليم كيفية تغسيل وتكفين المرأة المسلمة. ولكن في البداية نشكر الأخوات اللي شاركوني هذا العمل هذا، ربي يجعله في ميزان حسناتهن يا رب. أول حاجة خصنا نعرفها حكم التغسيل. التغسيل هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن إلا ما داروا تواحد فحنا سنوليو آثمين حنا كاملين. وأول حاجة خصها تعرفها المغسلة هو أن التغسيل عنده أجر عظيم. هذا العمل هذا فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وفي رواية رجع كما ولدته أم. يعني هذا الأمر هذا عنده الفضل العظيم، فخصنا نمشيو بهذه النية، هذه أن نخلص نية الله عز وجل أننا نريد الأجر. واي اخت خصها تتعلم هذا التغسيل، علاش؟ لان ممكن واحد النهار تحط في واحد الموقف وتحتاج لي. والتغسيل خصنا نعرفوا انه امر سهل، يعني فهو كما تتغسل الاخت من الحيض او النفاس، فهكذا يعني تيكون تغسيل الميت. ولما تخرج المغسله من البيت ديالها تخرج بهذه النيه، تخرج تقول يا رب ارزقني الاخلاص واجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. وخصها تعرف كيف تتعامل مع الحالة. بعض الأحيان تتكون حوادث، فاحنا خصنا نعرفو كيفاش نتعاملو معها. وملي يعني توصل لمكان تسول واش هاد الميتة ماتت بحادثة ولا. احنا دائما تيخرج عندنا السيد المسؤول وتيخبرنا باش تتكوني متأهلة نفسيا فاش تدخلي تتعرفي كيفاش تتعاملي. ومن بعد تغطية العورة، هذا أمر مهم، أن أول ما نقوم به يعني من بعد التجريد، من بعد إحنا ما عندناش تكون مسألة التجريد، فإحنا أول حاجة تنغطي وتنستروا الأخت ديالنا، ما خصناش نشوفوا العورة. ووحدة تتمشي تقاد الماء صافي، وتنبداو يعني تنبداو المراحل التغسيل اللي غنخليكم مع جميع المراحل ديال التغسيل والتكفين. اول حاجه تنقوموا بها هي خص تقوم بها المغسله هي تشوف يعني الجثه ديال الميته واش فيها شي حروق، فيها شي جرح، واش متسخه، واش باش تعرف كيفاش تتعامل معها. مثلا الا كان الجثه الشعر متسخ ولا بها تراب او دم يعني لاصق، خصنا اول حاجه نخويو الماء وننظفوها من داكشي عاد نبداو المرحله ديال الغسل. فمثلا حنا هنا عندنا واحد المساله، هي بعض المرات يوضعوا واحد المحلول الرائحه ديالو قويه جدا للجثه، فحنا تنضطروا وتتكون الجثه بارده يعني تتكون متلجه. اول حاجه تنقوموا بها هي تنخويو المدافئ تتلين ديك الجثه، وعاد تنبداو بهاد المراحل اللي غادي نقول لكم. وبالنسبه للبلدان العربيه احنا ما عندناش مساله تجريد من التياب، اما هي اول ما يقام به يعني في بلداننا في الشيء توفى الميت في البيت، اول هو تجريد من التياب. فاحنا التياب الا كان الميت يعني لين وسهل علينا اننا نجردوا التياب دون صعوبه فتنقوموا بذاك الامر. كانت هناك صعوبه، من الافضل قص التياب، نقصوها بالمقص ونحيدوا ديك التياب. واول حاجه تنديروها تنقعدوا يعني العصر وتنعصروا هكذا البطن اليد ديالنا يعني دون ان نضغط يعني بقوه. ومن بعد تنديروا الاستنجاء، تنجيها يعني فالمغسله تتلف واحد الخرقه على اليد ديالها. هادشي كلشي بعد ستر العوره، فحنا تنستروا الاخت تنستروها مزيان يعني ما خصناش نشوفوها. الا اللي خصها تشوف هي مثلا الا كانت حاله
هكا عمليه او جرح فتتشوف واحده فقط، فاحنا دائما نحرص على سترها ما امكن، نسال الله عز وجل ان يسترنا في الدنيا والاخره. هكذا وحده تدير امي تنظف هكذا بظهر اليد وهي لاويه خرقه على اليد ديالها. حنا وحده تساعد، حنا دائما تنكونوا اربع اخوات لان هنا عندنا الجد تتكون تخيله شيئا ما. صافي حتى نتاكدوا ان ما بقى تيخرج والو، يعني ولا الماء تيخرج صافي نقي. صافي تنبداو اول حاجه تنشوفوا الاظافر، الاظافر الا كان فيهم شي كانت واضعه طيله الاظافر فحنا تنحيدوه نزيلوه، يعني بالقطن تنديروا سميتو تنزيلوا هذاك طلع الاظافر باش يكون الوضوء باش يدوز ليها الوضوء. اليدين ايضا حالة اذا تواجد ما كانش في المرحلة الاخرى تنديروا الوضوء كوضوءنا للصلاة. الوضوء تنتوضاو تنوضيوها بحال ما تنبغيو نتوضاو حنا، تنبداو باليدين تنضموهم هنا وتنغسلوهم هنا الى الكوعي، ومن بعد تنديروا الفم ثلاث مرات هكذا، الانف من بعد تنفعوا الماء ديال الوجه. نحاولوا نخليو شويه الماء في الايد ديالنا على حساب بانه غسل، هو غسل الوجه ماشي مسح. تحرصي على الانف والفم يدخل الماء، يعني تنحرصوا باش ما يدخلش الماء للفم والانف والعينين والاذنين لان الا خرج غيتسرب. من بعد دائما نبدا بالميامين، اليد اليمنى الى المرفق، اليد اليمنى الى المرفق ثلاث مرات، اليد اليسرى الى المرفق حتى هي، ومن بعد مسح الراس مع الاذنين، من بعد القدمين ثلاث مرات القدمين، وتخلي الماء نخلو الماء ما بين الاصابع. بالنسبه لليدين نحرص يعني هنا على هاد للأقدام ثلاث مرات. المرحله الاخرى هي الغسل الاكبر، هذا الغسل هذا بحال كما تغتسلوا حنا من الحيض او من النفاس، بحال كما تغتسل اي اخت من الحيض او النفاس هكذا تغسل تنغسلوا تنبداو من الجهه من اليمين وحده تتصب وبالدلك مع الدلك هكذا اليمين هكذا. والاخوات اخلا ضويه الاخوات هاكو تيرفعوا داك، ودائما محافظين على ستر العوره دائما حتى الاخر هذا. من بعد يعني تنقعدوها بحال امي خويا، وحنا محافظين دائما على الستر دائما مغطينا حتى التحت الجانب الايسر تؤمن استناده نفس الشيء. تبداو من الراس وحنا هابطين حنا هابطين تلتحت كذا الرجلين، ونحرص على الظهر، نحرص الا كانت عندنا شي ثانيه هكا في البطن تحت الابطين هنا في الركبتين، يعني تنحرصوا دائما الا كانت عندنا ثانيه بالنسبه للسره فحنا تنحرصوا ان الماء يلامس اي ما اي بقعه في الجسم. صافي من بعد الماء والسدر كناخذوا الماء. بالنسبه لدرجه حراره الماء راه كنت قلتها انها تكون بحال غنغسلوا شي طفل صغير، تفرسينا بحال راه كتعاملي مع شي بحال، ودائما الميت تنتعاملوا معاه بلين ولطف ويكون الغسل باتقان حتى ننال الاجر ان شاء الله. فحنا تناخذوا اوراق السدر خاصها تكون مطحونه، حنا الان ما عندناش مطحونه تنوضعوها في واحد السطل تنديروا الماء وتنحاولوا نديروا ليها حتى تترغوي، فحنا غنعرفوا ان اوراق السدر تدير واحد الرغوه حاله اذا لم يتوفر السدر حنا تنستعملوا الصابون والشامبوان، ولكن السدر يعني هو سنه عن الحبيب عليه الصلاه والسلام وله منافع ثبت ان يعقم الجسم، فاحنا تنشدوا السدر تنبداو يعني ناخذوا هذيك الرغوه هكذا مع الدلك مع الدلك مع الدلك. صافي تنديروا الراس ونبداو عاوتاني بالجانب الايمن وحنا هابطين مع الدلك 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 ونقعدوا عاوتاني هكذا هكذا. الجانب الايسر نفس الشيء، تنبداو من الشعر حنا غاديين حنا نصب حتى تتصب وحده تدلك
وحده يعني تتكون رافعه هاد باش تساتري الأخت ديالنا. تنكملوا هاد المرحله ديال السدر، تنتقلوا لمرحله اخرى، تنعمروا سطل اخر ديال الماء وتنديروا فيه الكافور. الكافور يكون حتى هو مطحون، ولا حنايا تنديروه بالمقص، تنشدوا المقص وتنبقاو نديروا هكا. يعني حنا تنديروا حسب المتوفر عندنا، حسب ماشي كلشي موجود هنايا. صافي تنخلطوه حتى هو مع يعني مع الماء، وانا صبه صبا دون ذلك، بغيت نصبو. واحد المساله نسيتها وهي تبخير المكان قبل ما نبداو. قبل ما نبداو نحاولوا دائما نبخروا المكان. حنا ما متوفرش عندنا الان مبخره، ولكن حنا تنديو معنا دائما غير معطر الجو. علاش؟ باش حتى خرجت شي رائحه من الميت تيكون هناك ستر عليه، وتا المغسل ولا المغسله ما تاداش من هذيك الرائحه. فحنا دائما نحرصوا على هذه المساله، تبخير المكان قبل حتى لا دخل شي انسان يشم رائحه طيبه. المرحلة يعني قبل الكفن تحنا تنقوم بتنشيف. تنوضع واحد الفوطة على الرأس. تناخدو الفوطة هكذا دائما كما قلت لكم، حافظين على ستر العورة، دائما نسترو. من ستر مسلما يعني ربي يستر في الدنيا والآخرة. هكذا نسترها، تنغطى الرأس وتنبداو بالتنشيف يعني بلطف. فحنا تنشفو من بعد، حنا تنبعدوها هكذا وتنوضعو الفوطة من أسفل. علاش؟ لأن حنا نفس المكان فاش تنغسلو هو فاش تنكفنو، يعني ما عندناش مكان اخر اللي نهزوها ونحطوها نكفنوها فيه. فحنا تنشفو نفس المغسله فاش تنغسلو، تنشفوها مزيان وفيها تنقومو بعمليه تكفين. جبتي غادي نوريك المرحله تكفين. صافي تنشفو الشعر، وحنا بالنسبه للكفن تنديوه معنا جاهز، تنقطعوه ونديوه معنا جاهز باش ما نخليوش يعني الميته هكا، باش يعني نكرمها ونسرع في التغسيل ديالها. من الان غادي نمر لمرحله الكفن، غادي نوريكم كيفيه تجهيز الكفن. خصنا بالنسبه للكفن، فالمراه تكفن في 5 قطع والرجل يكفن في 3 قطع. بالنسبه لتكفين المراه في 5 قطع كاين اختلاف بين العلماء، ولكن اغلب العلماء تيقولوا ان من الافضل اننا نكفنوا المرأة في 5 قطع. علاش؟ كما قال ابن قدامة، قال هذا أأمن للمرأة، لأن المرأة العورة ديالها تحتاج إلى ستر أكثر من الرجل. مش عارفة ماشي هكا. يعلقوا علينا هاد الطفرة كبيرة بزاف، قول لي راح معاك نوريك. حنا راه هذا غير تجربة فقط، راه ما غنقطعوش هاد الكفن باش ما نضيعوش. حنا درنا راه ما غاديش نديروه مثنيها. أما هو تيكون 5 قطع. وقال لك من الأفضل أننا ما نزيدوش على هاد العدد هذا، يعني تجنبا للإسراف، فالأحياء هم أولى بهذا المجال. صافي عندنا جوج لفافتين، المرأة تكفن في لفافتين وقميص وإزار وخمار. لفافتين وقميص وإزار اللي تنسميوه حنا الساتر وخمار. هذا هو فاش 5 قطع. وكما قلت الامر مختلف فيه، فمنهم من قال يعني ممكن نديروها بحالها بحال الرجل، ومنهم من قال، ولكن ام عطيه قالت يعني اننا كفنا السيده زينب 5 قطع. هذه هي المرحله ديالنا. فاحنا الان غادي نقطعوا الساتر والقميص. الساتر والقميص هذا هو القميص. هذا هو القميص. شتي الطريقه باش نديروا القميص؟ نوضحوا اكثر القميص هكا تيكون يعني الثوب مثني على جوج باش يجي ساهل. هذه هي الطريقه، هذه تيكون الثوب مثني على جوج، ومن بعد تنثنيوه على هكذا على 4.
وتنجيو لهاد الزاويه هذه لهاد المكان وتنقطعوا مكان العنق، ولكن نحاولوا انها تكون صغيره لان من بعد ملي تتحل راه تكون اكبر. ديري واحد الفتحه، تنديروا واحد الفتحه في الامام باش ندخلوها بسهوله. هذا هو القميص. هذا هو القميص. سرحي داك ملي هذه هي الفتحه ديال العنق اللي تندخلوا منها، يمكن جات صغيره. لا ملي هذيك مجموعه اللي كاين ملي كيدير جات ما تحليش. صافي الا جانا ملي تنبغي ندخل الراس تنعقبوا نوسعوا حسب يعني الحاجه ديالنا. هكذا تنفتحوا بحال هكا مقص، لان غنوريكم حنا الطريقه اللي تنستعملوا حنا. حنا تنكفنوا في نفس المكان اللي تنغسلوا فيه. صافي حنا وسعنا لان ماغاديش نوصلوا بزاف. هذا الساتر، هذا الساتر او الازار. الساتر هو هذا تيتوضع يعني في المسح هنا في الطابله. هذاك الطرف الاخر شنو بالنسبه للخيمه؟ لا هذاك اللي كان بحال تنديروا واحد بالنسبه للمراه دائما تنديروا بحال الحفاض، حنا تنوضعوا يعني بين الرجلين ديالها تنديروا ليها داتي. هذه راه درناها كبيره بزاف باش ما تجيش بيضاء. نحاولوا نشتغلوا يعني كتكون على حسب اللي تنحطوها هنا باش ديك الساعه نديروها ليها ما بين الرجلين ديالها، لان خصنا دائما نحافظوا على نظافه الكفن. نتاكدوا ان من يعني ما بقات يخرج من الميته حتى حاجه. هذا الخيمه، هذا هو الخيمه، يعني مثلا واحد راه صغيره صافي تيكون الخيمه كبر من هذا شويه. تنديروا حنا كبر من هذا، ولكن حنا كما قلت لكم هذا راه غير تعليم فقط كنعلموا اللي كنبغيو حنا. لا بد من الاسقاط نعم. الاشرطه نحاولوا ان هذيك اللي درنا كحفاض تجي بين الرجلين. ومن بعد دائما مع سطر العوره هذه تكون حريصه على هذه المساله. دابا دابا العوره دابا ظهر الشعر ماشي تنديروا. لا دابا ظهر الشعر باش نخش الشعر ونديروا المسك. من بعد تنضفروا الشعر ثلاث ضفائر. اي شعره طاحت فحنا تنوضعوها في الكفن هنايا حدا راسها نترميو الشعر. فحنا واحد الامر نسيت ما قلتوش في الغسل، الا كانت قبل الميته دايره ضفائر تنحاولوا نحلوهم قدر الامكان. الا صعب علينا الامر فحنا دائما ما نحاولوش ناذيو الميته، حنا كنحلوهم لابد يعني من نقد الضفائر قبل ما نبداو مرحله الغسل. هذه راه نسيتها صافي تنضفر الشعر ولا نقص الشعر ما تنقصوش، لا نقص لا الشعر ولا يعني بالنسبه لشعر العانه ولا الابطين. ايضا قالوا العلماء من الافضل ما نقيسوش باش نكرموا داك الميت ونستروه، من الافضل اننا ما نقصو. هكذا تنديروا ثلاث ضفائر، وحده من هذا الجنب وحده من هذا الجنب وحده في الوسط. صافي دابا تندخلو
الخميس ما درنا نديرو المسك المغاسل المسك مواضيع الصلاة سنديرو سنديرو المسك في أماكن السجود الجبهة الأنف اليدين يعني اليدين سنديرو هنا في الكفوف في اليدين سنديرو في الركبتين وتنديرو في الرجلين في الأصابع من تحت يعني أماكن السجود كاملة تندوزو فيها هذاك المسك وفي المغابن أيضا ممكن نديرو وراء الأذن ممكن نديرو تحت الإبطين ندخلو هكذا الرأس ملي تنهبطو القميص تنديرو نديرو هذيك الحفاض اللي درناه قبيله تنديرو في رجليها تنقدو مزيان ودائما حنا كما قلت لكم محافظين على تغطيه الجمعيتين باش نشوفو تنجمعو اليدين بجوج تنحطوهم بحال ملي تنكونو حنايا نصليو هكذا تنديرو اليدين تنحطوهم هنايا وتنجمعوهم بهذاك الساتر ساتر خمسين هاي يمين تنبداو دائما من اليمين تنديرو انا لو اليمين دائما الساتير سيدربو الاول قبل من القميص تنسترو بيه داك الازار تنسترو بيه هو الاول اليمين واليسار تنديرو الطرف اليمين هو الاول ومن بعد اليسار صافي تنجمعوها هكذا وبالنسبه للفافتين تناخذ اللفافه الاولى تنبداو باليمين تنديروا ليها هكذا يعني من بعد طرف هذه اللفافه ما قبل الاخيره لان تكون عندنا لفافتين هكذا اليسار ايضا وتنجمعوا مزيان من بعد تنديرو اليمين هذه اللفافه الاخيره ومن بعد اليسار وتنجمعو هكذا بين الرجلين تنقادو الخمار هو فين بعد مرة ديري هذيك هي الاولى بحال هكا وديري فوق منها بحال كتغسلي ليها راسها بحال هكا حنا كنديرو غير بارك يعني كنديرو خيمه كبير وصافي وكنجمعو تنجمعو تنغطيو وبالنسبه للناس يقولوا اشنو نقولوا ملي تنكونوا نغسلوا ولا شنو ليست هناك ادعيه يعني مخصوصه بالنسبه لتغسيل الميت ولكن دائما تنبقاو ندعيو معاه اللهم اغفر له وارحمه اللهم ثبت وهكذا نبقاو حنا تنغسلو حنا تندعيو ما نكثروش الكلام يعني الخارج عن حنا تنهضروا قدر الحاجه يعني داكشي اللي محتاجينه ممكن نقول انا وليني هاد الحاجه ولا انا وليني الاخت ديالي ناوليني هاد الحاجه وندعيو مع الميت وندعيو مع موتى المسلمين جميعا هكذا بالنسبه خصكم تعرفوا اننا حنا هنا ما تنغطيش الوجه الا كان سيتم الترحيل فحنا ما تنغطيش الوجه وإلا كنا عرفنا غيتدفن يعني في ان الاخت غتدفن هذيك الساعه يعني في المقبره ديال المسلمين اللي كاينه هنا فحنا تنغطيو الوجه اما هي عاده خص الوجه يتغطى حنا تنطرقها هكذا يعني ضروري الشعر تيكون مغطي الشعر تيكون مغطي ما حنا هذه الدميه لان فيها هذا الشعر خارج هاكم اما ما خصش تظهر ولا شعره كما حنا بالنسبه للخمار ديالنا هذه الا كانت غطرحها الوجه كتبقى بحال هكا هذه اذا كانت راح المره غادي كانت تترحل فحنا تنخليوها هكذا يعني نحرص ان تشعر ما تبان الاشرطه تيكون عندنا خمس اشرطه خمس اشرطه
واحد تيكون على الراس اختي كيف ما دخلوهم الاخوات ندخلوهم بهالطريقه هذه تن بالنسبه ل ما تحاولي ما تزيديش مثلا مزيروش بزاف يعني مثلا يكون ما نزيروش عليها بزاف وبالنسبه ل تكون على الجانب الايسر دائما تتكون العقدة على الجانب الايسر على الجانب الايسر باش لان ملي تيحطوا في القبر تيحلوها وتتكون على هذا الشكل يعني تربطوا وتنقلوها باش تجي سهله في الفتيحه تيحلوها هكذا يعني تتحل هكذا دائما تتكون على الجانب الايسر تتكون ربطة عند الرجلين وربطة هنايا عند الركبتين وهذه يعني في الوسط وهذه في عند اليدين يعني في البطن والاخرى تتكون هنا وعاده ما الوجه تيكون هكا مغطي عاده تيكون مغطي الوجه تيكون مغطي الا غتدفن هنايا الا غتدفن يعني هكا خصو يكون سميتو ولكن حنا ليه الضروره لان تكون اجراءات في المطار وتيكون العائله خصهم يشوفوا هذاك المتوفى فحنا ضروري تنخليو الوجه مكشوف وهذا هو الغسل ترجم الله عز وجل انني نكون قلت جميع المراحل ما نسيت حاجه وجزا الله خير الاخوات اللي كانوا معايا يا ربي يجعلوا لهم في ميزان حسناتهم يا رب والله يرحم موتى المسلمين جميعا ويلحقنا بهم ونحن مسلمين يا رب ويجيب حتى اللي وقف معانا في هذا النهار هذا وتقبل من الجميع اللي بغى تعلم راه هذا الامر هذا راه فيه الاجر كثير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.